أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التصفيق والتصفير لتشجيع الطلاب يدخل في المكاء والتصدية؟ نعم يدخل، وهو من فعل الجاهلية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالتصفيق محرم على الرجال من ناحيتين: أولا أن فيه تشبها بالجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، وثانيا فيه تشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فهذا متشبه بأهل الجاهلية ومتشبه بالنساء. نعم.